تمام يا فندم. المهندس محمد عناني المشرف العام على المشروع، استاذن حضرتك في بدء العرض. حضرتك يا فندم مشرفنا في البهو الرئيسي للمقصوره الرئيسيه لاستاد هيئه قناه السويس الذي يقع داخل القريه الاولمبيه والتي يحدها من اتجاه الشمال الطريق الدائري لمدينه الاسماعيليه، وتبعد ما يقرب من 800 متر طولي عن مستشفى هيئه قناه السويس، وفي اتجاه الشرق المجرى الملاحي لقناة السويس، وتبعد أقل من 500 متر طولي عن أهم فنادق مدينة الإسماعيلية، وفي اتجاه الجنوب طريق القاهرة الصحراوي ووسط مدينة الإسماعيلية غربا. القرية الأولمبية تم تنفيذها على مسطح 350 ألف متر مربع، ما يعادل 86 فدان، وتحتوي على العديد من المنشآت الرياضية الهامة، وهي مجمع حمامات السباحة، ويحتوي على حمام سباحة أولمبي بالأبعاد القانونية، وحمام سباحة للغطس بعمق 6 متر وبارتفاع سقالة 10 متر فوق سطح الأرض، بالإضافة إلى حمام سباحة ترفيهي للأطفال، ونادي صحي رياضي يحتوي على جيم وساونا وجاكوزي، مجموعة الملاعب المتعددة لتدريبات كرة اليد والسلة والكرة الطائرة، بالإضافة إلى ملعب لكرة السرعة، الصالة المغطاة الرئيسية والتي تتسع إلى حوالي 2300 مشاهد، مكيفة تكييفا مركزيا بالكامل، تحتوي على 4 غرف لتغيير الملابس وقاعة لكبار الزوار، مجموعة الملاعب الفرعية لكرة القدم ملحق بها استراحة لقطاع الناشئين تسع حوالي 24 سرير فندقي، بالإضافة إلى غرفتي تغيير ملابس ومختص لاستشفاء اللاعبين. استاد الهوكي الدولي هو واحد من 3 استادات دولية على أرض مصر، ويحتوي على ملعب فرعي دولي بالأبعاد القانونية، وبذلك يصبح الاستاد قادرا على استضافة البطولات المجمعة واستضافة مباراتان دوليتان في نفس التوقيت. مسجد تبارك لخدمة رواد القرية الأولمبية، والذي تم تنفيذه على مسطح 1200 متر مربع، مجموعة خزانات الحريق وخزانات الري ومياه الشرب، والتي تم تصميمها وتنفيذها بنظام السستينابل بيلدينج، وهي المباني المستدامة الصديقة للبيئة، حيث يتم إعادة تدوير المياه المستخدمة داخل القرية الأولمبية والمياه الجوفية، وكذلك المياه الآتية من المصرف العمومي لمدينة الإسماعيلية ومعالجتها وإعادة ضخها عن طريق طرمبات تصل قدرتها إلى حوالي 500 متر مكعب في الساعة، شمالاً حتى منطقة الإرسال وجنوباً حتى منطقة الجلاء. استاد هيئة قناة السويس الجديد هو المنشأ الأحدث داخل القرية الأولمبية، والذي تم تنفيذه ليسع حوالي 21 ألف متفرج. الاستاد يا فندم تم تصميمه وتنفيذه طبقاً لاشتراطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. أرضية الملعب تم تنفيذها بنظام هايبرد 1، وهو النظام الأحدث عالمياً والمعتمد دولياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. المضمار الخاص بألعاب القوى تم تنفيذه بنظام كونيكا اس دبليو، هو النظام المعتمد دوليا من الاتحاد الدولي لألعاب القوى. الاستاد مجهز بعدد 2 مهبط للطائرات، وعدد 2 شاشة للعرض، وعدد 4 أبراج إضاءة بشدة إضاءة 3000 لكس نقل تلفزيوني ليلي. الاستاد بيحتوي على عدد 4 غرف لتغيير الملابس، كل غرفة مجهزة بساونا وجاكوزي وشاشة لعرض الخطط التدريبية، بها قاعتين للمؤتمرات الصحفية بالترجمة الفورية. الاستاد يا فندم به عدد 8 كمائن خاصة لمشاهدة المباريات، وعدد 8 مصاعد لخدمة رواد الاستاد. الاستاد به جناح فندقي يحتوي على 60 سرير فندقي، بالإضافة إلى مطبخ ومطعم ومغسلة مجهزين بأفضل المعدات. النادي الصحي الرياضي، حيث أن الاستاد يستوعب نادي صحي رياضي به جيم على مسطح 850 متر مربع، بالإضافة إلى وحدة للطب الرياضي لعلاج إصابات الملاعب والاستشفاء الرياضي. الاستاد يا فندم مجهز لخدمة ذوي الهمم. أستاذن حضرتك يا فندم في جولة تفقدية داخل الاستاد. شكرا جزيلا. شكرا فندم.